رمضان مبارك، رمضان سعيد عليكم يا جماعة. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة المواقف اليومية، ومعانا النهاردة موقف جديد وجميل جدا، وهو الشعائر الدينية باللغة الإنجليزية بمناسبة شهر رمضان. يعني هتتعلم في الفيديو ده من الآخر إزاي إنك تقول بتلو القرآن بالإنجليزية، بصلي بدعي. مش هوصيك في الشير واللايك لأن أنا عارف إنكم بتحبوا السلسلة دي جدا، بس إحنا بنتعب فيها جدا 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 جدا. فلو كنت لسه ما عملت الشير، بليز شير اند لايك، ليتس get started. اول جملة معانا وحبينا نبتدي بيها النهاردة، وهو انك ازاي تقول بالانجليزية بتلو القرآن. اوكي، recite يعني يتلو، recite the holy Quran. Every Ramadan، كل رمضان، I recite the holy Quran. تاني كلمة معانا وهي pray، مش بريها، pray. pray يعني يصلي، تمام؟ I pray الفجر. خد بالك بقى ان pray ليها معنى تاني، وهو يدعي، انك تدعي لربنا. pray كمان معناها يدعي، وده اللي في ناس كتير مش عارفينه. مثال: I'm praying that I can see you again. انا بدعي ان انا اشوفك تاني. I'm praying that I can see you again. رابع حاجة معنا وهي give the poor. give the poor، give the poor يعني تعطي للفقراء. in Ramadan we give the poor، في رمضان احنا بنعطي الفقراء. give the poor. fast يعني صوم، و fasting يعني الصيام. مثال بسيط جدا: we fast in Ramadan. او مثلا: ما كنتش بصوم وانا طفل. I didn't fast when I was a child. انا بصراحة ما كنتش بصوم لغاية لما كان عندي 14 سنة او 13 سنة. الكلمة اللي بعد كده معانا هي كلمة ablution. ablution، ودي معناها الوضوء. example: I do ablution before I pray. I do ablution before I pray. يعني أنا بتوضأ قبل ما أصلي. عندنا بعد كده الذكاء، ودي بالإنجليزية اسمها almsgiving، يعني إعطاء الفقراء، أو قريبة للزكاة برضو، almsgiving. almsgiving. For example: fasting and almsgiving is common in Ramadan. يعني الزكاة والصيام هو شيء شائع في رمضان. معنا كمان صلة الرحم بالإنجليزية kinship. kinship، صلة الرحم والعلاقة بين الأقارب. kinship and family relationship are important in Ramadan. تمام. كلمة reward معناها، وتاني reward، 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 يجازي، زي ما يكون ربنا هيجازيك خير مثلا. Allah will reward us. يا رب يا رب. اوكي، معنا كمان فعل مهم جدا وهو repent. repent يعني يستغفر. you need to repent. لو انت عملت حاجة غلط، انت بتتفرج عليها دلوقتي، انت عارف احنا في رمضان، فانت محتاج تستغفر. you need to repent. اخر حاجتين معانا وهم بيعتبروا حاجة واحدة، يعني اللي هو good deed يعني عمل جيد، تمام، او حسنات، و bad deed اللي هو عمل سيء او ذنوب. يعني for example: we should avoid bad deeds in Ramadan. we should avoid bad deeds in Ramadan. ونكتر من ال good deeds اللي هي الحسنات. دول كانوا اخر كلمتين معانا النهاردة. لو الفيديو عجبك، شير ولايك ويزبطني. Thank you and wish you all the best.